طبعا اليوم كنتكلموا على ارتفاع ديال الحقيبه ديال السدود لاول مره في هذا الموسم 2024. كنتكلموا على حقيبه السدود كتوصل ما يفوق 20%، وهذا في حده مؤشر جد ايجابي راجع بالاساس لهاد التساقطات المطريه عرفتها المملكه ابتداء من يوم السبت الماضي واللي استمرت في يوم الاحد، اللي كان الواقع ديالها مهم ومهم جدا على مجموعه من الاحواض المائيه. كنتكلموا على حقيبه ديال السدود اللي تغيرت بواحد الشكل تدريجي في المنحه التفاعليه. على سبيل المثال حوض لوكوس اللي ارتفعت النسبة ديالو إلى حوالي 47%، حوض سابو والآخر ارتفعت حقنا ديالو إلى حوالي 39%. مجموعة الأحواض المائية اللي عرفت واحد التغير يعني متحسن أو نحو الجيد، مثل الحوض ديال تانسيب حوض الشمسة الإضافة إلى الحوض الأبيض الأخر، وبالتالي كاين هناك واحد نوع من التغير تدريجي نحو الأحسن بالنسبة لمعظم الأحواض المائية. معظم السدود الكبرى اليوم كنتكلموا على الحوض ديال يعني سابو مثل سد الوحدة سد الجيش الأول، هناك تغير تدريجي في الحقيبة ديال السدود، وبالتالي غيكون الواقع ديالها كبير وكبير جدا على يعني هذا الموسم الفلاحي في الشق ديالو ديال البرنامج ديال الزراعة الربيعية. بالإضافة أنا كنتكلموا اليوم على ما كنعيشوا في إطار الإجهاد المائي والواقع اللي جد كبير على هذه الأمطار على يعني على الزراعات. اليوم عندنا برنامج الزراعة الربيعية يكون هو الآخر يعني الواقع ديالو إيجابي جدا.